في زمانه مركز إلى هاي وحروف رأي إلى هاي وسيء علم النافعة هي عمل كونك سنة والله ما أنا يدرتي بإلى هاي وحسيء أرمى قف كلو وقتها آن لسين وكان يعرف صائر فنون العلم فنون تعبت قرنا نوايا قاني فنك استا علم النافعة هي عمل صالحة هي وحنا قف كلو وقتها آن لسين بعد السيئة بعدما والعبادات كيف ذي وصدع بغل ورجعوا مال والباهرات بوهاي صوت القنا وتصبيحة أفرت سنة وصدير عسرول كدينا من مذو أي لا علم لا أفر يجري الله أكبر يا جارك رحبا بكرام كاسة وحى لقوم عابي سيد الصوفية صوفية الشيخ هذي أي لقوم عابي حيا يفن جانا سجا أسجا أي روري أو قواعد سفري مركز فن والبصري لقوم مقعدره إمام كقولمية أي فن جان لقوم مقعدره وحال يسيد الطائفة حق سنة كسادي على إجنه أبي ثور أي فقيه كقطع تيسير هذا بوت المامي يعني حافظ ابن كثير أبي ثور ناتلميذ كإمام الشافعي وهاي الشافعي أيو كقاطي شافعنا مسلم بن خالد ابن جريج عطاء يا صحابة سيدة سلطان شاقني سنة في صلوات إمام الشافعي مالك بقبرطي إمام مالكنا إمام النافع إمام نافعنا عبد الله بن عمر مركلنا هكا واقن قابت الصلاة حق التصوف كهديانا إنه وهو علم كان تصوف كقاطي سيد الضائفة جريج بن محمد البغدادي شيخ يسيل رجل سري صغدي سري صغدي نوح كقاطي معروف الكرخي معروف الكرخي نوح علمي كبرتي داود طاي داود طاي نوح كبرتي حبيب العجمي حبيب العجمنا حسن البصري حسن البصري سيدنا علي بن أبي طالب سنة كاسقا وحق التصوف كان حكروا لي إلى هذا أو سري صغدي وحو كبرتي معروف الكرخي وأنقي مليا سنة كلا يولي هاي وكو أبتر سنة يا البيت كرسولك عليه الصلاة والسلام سري صغدي وحو علمي كبرتي الشيخ يسي معروف الكرخي معروف الكرخي وحو كبرتي علي الرضا شريف كي علي الرضا وحو كبرتي أبيه اسم موسى الكاذب موسى الكاذب نا جعفر الصادق جعفر الصادق نا محمد الباقر محمد الباقر نا زين العابدين أو أها يعني علي بالرنجر مقعيز زين العابدين وحو كبرتي أبيه سيد حسين أو أها سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة رسولك عليه الصلاة والسلام سيدنا حسين أبيه سيدنا علي بن أبي طالب أيها أسنك قاضي سنة كاسكا بيتك أو صري صغدي معروف الكرخي مركز معروف الكرخي وكسي قاضي موسى الكاذب جعفر الصادق محمد الباقر زين العابدين سيدنا حسين بن علي سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين سنة كاسكا أنا وحبك ورياسة وكلا حق الدرق هذا طيب وقيمتي اللحاد أهل السنة والجماعة يكفرنايد قيمت تضباب حمير إمامكو الصنف السابع منهم قوم مرابضون في ثغور المسلمين في وجوه الكثرة يجاهدون أعداء المسلمين ويحمون حمى المسلمين ويذبون عن حريمهم وديانهم ويظهرون في ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة قال تضباب حمير ومجاهدين تقرد الهرادو ee godadka muslimiinta iyo faysada muslimiinta ku jira oo gaarada ka soo horjeeda oo acdaada muslimiinta cadawga muslimiinta la dagaalama cadawga muslimiinta ayay la dagaalamaan ayagoo faysiyadooda ku jira iyo difaacooda bay hadaba waxay muujiyaan madaahib ahli sunnati wal jamaa madhabkii iyo dhaqamadii ahli sunna wal jamaa ayaa ka muuqda maryam ma ahan meel geeyay waa dad diinka islaamka difaacaya oo gaaladii ka soo horjeeda haddana muujinaya dhaqankii madaahibtii ahlus sunna wal jamaaca almujaahidiin ayaa la yidhaahdaa waa qaybta toddobaad qaybta sideedaad ugu dambaysa wuxuu yidhi alsifu thaanu minhum caamatu lbuldaani latii garaba fiiha shicaaru ahli sunnati waljamaaca waa caamada ku nool magaalooyinka ay qaalibka tahay calaamada ahlus sunna waljamaaca shicaarka iyo calaamada iyo muuqaalka ahlus sunna waljamaaca magaalooyinka ay ka jiraan عامد كل نور ويان دون عامد البقاع التي كثر فيها شعار أهل الأهواء الضالة لكن عامد كل نور مقالوين كنقن كبدعوين كيو مقالد البدعوين كيكون بديه المية قيبت سيدي ذالي عامد أهل سنة والجماعة وحويان وعامد كل نور مقالوين كأي آدي آلو غموغان مقالد أهل سنة والجماعة عامد سيدة أصلا
أو مركي أي علم ربانا علم ويستع علماء السنة والجماعة إذن علماء سهلنا علماء أقوان أيها عنا يا شيخ وحي علماء يقال نعم يكون حنيهم علماء السنة والجماعة مسألة إيراني علم يقال ربانا يقال ويدستان مقالوين كأي تشوغانا ومقالوين مقال كأهل السنة والجماعة وكتشره وأقارب كيهاي لكن عامدة وقتها وحوير شيخه مقالوين كبدعوين كأيكو بذيهين ومقالات بدعوين كتشران عامها رسول ما هم حيا لعام يسمع لك ره علمه كله وصدام له مقالة أوتشوه شعارك كتير هي ذات كتير هي روح أيوب بدين أيوب إسكر راعيا فكاسة عامد لك الصعية وحال يري كوا كلنا مقالين ك مقال كرسولنا والجماعة وكتيره وقلب جوانا سنة علماء مسألين كويديسته رسولنا والجماعة المضرة يا وقيت سديات لكن عامين ككل عامد كنور مقالين كبلسان وبالعين كربان ككتون تام كواس أهل السنة لو قدر مايو حيا العلم وحكوك رصا عمي غان الله واسك عامية إنو كوان رعا غيا الله ما أنت ماشان عرام الله سيما وغالك أسو كتيرو إنو مركض دبايانا دو يسعي العليا يغرا على غيا الله سادرت البناء السنة والجماعة لو ترني سيدا دا غيبات مركا أيا أهل السنة والجماعة كوكا بيهين حيري قيبتك وبعد طاقه عرام الله حدي عرام الله عقائدك أو وحويان أبو الحسن الأشعري أبو نصور الماتريدي يأنتي طريقه لقاضي يا إمام ياركي لم يتكاها يا وحي يا مسنايان أمري قيبت الرابع علماء الفقهاء قيبت أسمرك عقائدك أنه وحا نصيبية لما ينعن قلنا شاعرة ومذهبك أبو الحسن الأشعري أنه قاضنه قيبت الرابع وإمام ياركي فقهه مذاهب تأفرته يا إمام ياركي كوقتك لها مذهب كمان شافعي عين النصيب يا لني هديان هاي صومالي قيب تصدحا وإمام يالك أهل الحديث أولي بأي يقول حق عقائد كهوستغي حق عقيدة وحي هوستغي يعني إمام يالك عقائد سيدا يكوى فقهة وإيو هوستغي يعني إمام يالك عقيدة قيب تأفراد وعلماء قيب تصدحا عن إرادة ورق حديث رسولك عليه الصلاة والسلام هي جرحك هي تعديلك هي غنى حديثة قيت أفراد وعلماء أدبك هي اللغة العربية اللغة اللابته حق عقائدك نوافق سن علماء عقائدك ما صوشيني قيت الشناد وعلماء تفاصيل تيراتك قرآنك وأنه نصيب يراني أبو عمر بن العلاء إنه ينقاض النقل هذه خاصة هان رواية دوريك وعلماء تفاصيل تيحق قراءات وقيت الشناد قيلت الحاد والزهاد الصوفية إمام يالك سالات الصوفية ويان وإلى أن طريق وذيقا ظنان وديان وصمالينا هاي وأن صروقي يتصوفك أبو غاسم الجنيد كواب ترسايا يعني قادنا أن نصيبه يالنا أن يالنا نصيب وحق الطريقين كصوماليا لما الطريقة ياك ترتي حق تصوفك وطريقة القادرية وكواب ترسايا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني هي الطريقة الأحمدية وينكو أبتر ستاة الإمام أحمد بن إدريس لبضب الله الشريف والبيضة إياها يعني شعب القادر الجيلاني حق آبهنا شريف حسني أيها حق هو يدنا حسيني وآيه هو يدريس أم الخير بأن رجلي شريفة وحياها يد حسيني كذلك أحمد بن إدريس مولانا سيد أحمد بن إدريس أصنوحوها شريفة والبيضة أيها وكو أبتر ستاة النبي قلنا عليه الصلاة والسلام مركا مقعيضا اياك الادوان معانا لبدا الطريقة واسكو من لبدا السنة اولي اي امام احمد بن ادريس لبدا السنة او حكو وليو مد ايا وحسيمر ايا شعب القادر الجيلان كل قدنا واحد كو اغريان واي سكوتا ايا وكل طرائق الى عداب حق ماشي اغريان ايا ويان شخاني وين ايا شخويس القادر كل قد واحد سكوتا ايا جنيد بن محمد البغدادي هكا سرقود أروريا مقعيضا اياك الادوان وشيخ والبايع عن الطريقة ديسا حقا اوراد ايا سلاسانا نبا ورد ديسيا سيبو ورد اواخي اوراد اياك الادوان ايا مقعيضا ماهنا عقائدك ايا الطريقة دي يسروقي واسكمد وحين كوة ابتر سلام جنيد بن محمد البغدادي لبدا الطريقة ايا ودن كان في تفتا مركاسا ادريقا قادر يدنا زي العيال يهو سياسي انو قنايسا دلقاء أحديتنا رحمانية يرشيدية يأتينا غنسائنا ومعروفة وطغنان وقيت لحد قيت تطبع ومجاهدين تمسلمين وإسلام دفاعي سعودة بنايو نفسي هذا كتير يدين إسلام دفاعي
qaybta sideedadna waa caamada ku nool magaalooyinka sidaas ah oo yacni muuqaalka ahlusunna waljamaaca uu qaalibka u yahay sideedaa qaybood ayay ka kooban tahay ahlusunnati waljamaaca sidaasna waxaa qoray imaamyaalka ka hadla maqaalaadka oo uu ka mid yahay alimaam cabdiqaahir albaqdaadi oo geeriyooday afar boqol yacni saddex boqol iyo toddobaatan iyo afartimiya ihaahdaa afar boqol labaatan iyo sagaalkeed u geeriyooday afar boqol labaatan iyo sagaalkii marka ay ahayd hijradu waa qarnigii shanaad bilowgiisiiya ayuu geeriyooday asaga ayaana sidaas u qoray alimaam lisfraayiin kitaabkiisa atafsiir fi diin kadaalika imaam walba muqaaraadka ka hadla sidaas ayaa loo soo koobay ahlusunna waljamaaca cidda ay tahay ciddii damacda inay sheegatana taariikhda ayaa sheegaysa aftirsa ayaa la leeyahay horta madhabka madhabkee tahay ayaa la leeyahay marka in carro la faafiyo madhab ma jiro oo dadkii waddankeenii soomaaliya ee madhabka shaaficigu uu ka jiray madhabkoodii laga waswaasiyey oo la yidhaahdo afarta madhab waa ben haddana iyadoo asmaray meelahaas la jooga la yidhaahdo dadka dhan ba ahlusunnaha mase annaga ahlusunna waljamaaca ah soo taariikhdu beeninmaysa axbaabulkiraam aftirsa la leeyahay xagga fiqiga madhabkee ka soo gashaa tasawufka iyo suluuga dhankee ka soo gashaa saasaa lagu aftirinayaa meel soo galayaa la odhanayaa qolyahan marka wahaabiyada ah ee hadda isku dayaya inay magaca nala sheegtaan maba sheegan karaan oo taariikhda u diidaysee xagga caqaayiddooda haddii la aado iyaga ahlusunna waljamaaca maadaama aan sheegnay firqooyin toddobaatan iyo laba oo sagaal firqo ay asal u tahay inta kalena ay kasii farcameen oo toddobaatan iyo laba firqo ahlu baatil ayaa jirtay oo uu sheekhu kitaabkiisa kusoo aruuriya alfarqu bayna firaq firqooyinkii ayaga ah marka oo toddobaatan iyo sagaalka ah waxyaabihii ay aaminsanaayeen oo xagga caqaa'idka ah ayay iyagana caqiido u ah marka waa iyagii waa khawaarij maxaa yeelay khawaarijta nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayo wuxuu yidhi oo tilmaamahoodii ka mid ahaa yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawsaan dadka islaamka ah ay la diriraan gaaladana waa iska daayaan soo waxa da jiro aan dareemi karno oo si xaqiiqa u dhacay maahan axbaabilkiraam meel gaala jirta inaa inta la aadin meelaha islaamku degan yahay oo culammadu ay kutubaha ku akhrisanayaan iyo duruusta in loo weeraro halkaa la aado la yidhaahdo xataa galada hadday baxdo dadkaasaan la jihaadina ay jihaadkaan wadaynaa oo wax dhasoon xataa aan ahayn idaacada laga sheegayo soo tilmaantii khawaarijta ma ahan khawaarij labaatan firqay usii qaybsameen qoloba qolada kale ku gaalma xukumaysa kooxdaas waa gaalo kooxda kale waa gaalo qoloba qolada kale lahayd waa gaalo waxaad maqlaysaan maanta idaacadaha qoladii halkaa tagtay oo yacnii fadhigaa ka qayb gashay shan masalay ku gaalaabeen soo macruuf ma ahan idaacadaha kiina dhegaysan may ninkii kaloo jawaabayo yidhi waa yuhuud oo yuhuuday mushaar ka qaataana waa khawaarij deeshaday asaga istaaf iyo ciidan u ahaayeen baatilka sidaasaa lagu yaqaanaa maalinba magac cusub inta laga buuxo labaatan firqo haddana laysla camadoo qolaba qolada kale gaalaha ay tiraahdo ayaan kadibna uu iska baaboo sidii xoortii oo wax baatilka lagu yaqaano marka axbaabilkiraam bidcooyinka ayaga ah ee adduunka soo maray oo magacyada badnaa ayay caqaa'idka ka waafaqsan yihiin wahaabiyadu oo waxaa weeyaan diinta islaamku waa abtiris horta sidaa haddaba aan tilmaamaynay sheekh walba imaamu shaafici imaamu maalik waa sheekh ah waa nidhi imaamu maalik imaamu naafic imaamu naaficna cabdullahi ibnu cumar sidaasoo loo abtirsadaa ayagoo sheekhoodii muxuu yidhi maxamed abdiwahaab qof aniga iga horeeya tawxiid ma gartay oo lama arko wakadalika mashaayikhii maa minhu rajulun carafa dalik risaalada labaatan iyo sideedaad miy ahay risaalooyinkii uu dirayo kitaabkiisa rasaa'ilu shakhsiya ku taala taariikhu najdi ku taala addura rusaniya ku taala oo macruufka ah buu wuxuu ku yidhi waana ukhbirukum can nafsi markuu isagu iska sheekaynayay laqad dalabtu alcilma waactaqada man carafanii ana lii macrifa waana dalika alwaqta laa acrifu macna laa ilaaha ila allah walaa acrifu diina alislaam qabla hada alkhayri aladii mana allahu bih wakadalika mashaayikhii maa minhum rajulun carafa dalik cilmigaan baran jiray ilaa dadku ay iga aaminaan inaa ahay nin shiikh ah laa ilaaha ila allahu macnaheeda ma aanan aqoon buu yidhi ilaahay mooye ilaah kale ma jira inay tahay laa ilaaha ila allah oo xaq lagu caabudaa micdan aqoon baa jirta axbaabulkiraam diinta islaamkana macnaheeda ma aanan aqoon wakadalika mashaayikhii sheekhayaashaydu sidoo kale ahaayeen maa minhum rajulun carafa dalik hal nin ahoo laa ilaaha ila allah macnaheed yaqaan inuu ma arag dee haddiiba sheekh laa ilaaha ila allahu yaqaanaba uusan la kulmin oo u yidhi mashaayikhdaydiiba tawxiid ma aqoon khayrkan ilaahay nuu galladaystay ka hor xaggee buu ka abtirsanayaa baa yaabay maxaa ahlusunna waljamaca uga jira marka ninaan abtirsba lahayn
dad abtiris la ila tirinay naca oo dhan waa la kaysaan oo taariikhdu ay qorteen ninaan abtiris ba lahayn oo le mashaaikhda idin tawxiidka ma aqoon horta inay tawxiid lama aqoon iyuu wax ka qaatay ayagoo sidaas weliba baa ictiqaadkooda iyo araaraada ay aaminsan yihiin baa waxyaabo yacni murafaqaaho caqaa'idii bidcooyinkii hore ay ka soo aroorsadeen xataa caqiido ugo-aan oo rasmiya oo loogu hagaago ma leh maantay buu leeyahay waxaani waa xaraam oo ma bannaana beri buu leeyahay waa bannaan yihiin maantuu shay leeyahay waa bannaan yahay beri buu haddana ka dabtagaya wuxuu leeyahay ma bannaana waa suntii islii waxyaabaha ka jira marka nin aan go-aan lahayn oo aan madhab loogu hagaago iyo wuxuu aaminsan yahay oo muctaqada iyo wax maaragtay manhajaba aan lahayn oo wuxuu maanta banneeyo berri diidaya oo wixii maanta uu diiday berri ogolaanaya oo hadalkiisuba uu sidaas yahay ayagu wax manhaja iyo muctaqad mid ma leh xagga waxyaabaha ay aaminsan yihiin oo ictiqaadka ah waa waxyaabo murafaqaada oo ay ka soo qaateen bidcooyinkii hore sida murjaada iyo kabaamiyada iyo hishaamiyada iyo yacni faaniyada bidcada la yaada iyo mushabihada iyo raajada iyo bidcooyinkaasay ka soo urursadeen waxyaabihii baadilka ah riddada ah ay aaminsanaayeen firqada la yaada hishaamiyada hishaamu bnu xakam araafidi nin la yidhaahda ayaa madaxu ahaa wuxuu aaminsanaa oo uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala waa u jiray buu yidhi iyadoo wax makhluuqa aan la arag kabacdi wuxuu yidhi uu ilaahay dhaqdhaqaaq sameeyey iyo xarako dhaqaaqii baa waxaa ka abuurmay carshiga markaasuu inta soo tegay buu carshiga ku kor fadhiistay carshiga ayaana makaan u ah buu yidhi in badan waa ka maqashaan ilaahay baa carshiga ku kor habsado carshiga kor fadhiya inay aaminsan yihiin wuxuu kaloo oran jiray hishaam ibnu xakam ilaahay waa toddoba taako buu yidhi oo taakadiisa ah waxaa weeyaan bini aadamka qof walba ama ha dheeraada ama ha gaabnaadee waa toddoba taako oo taakadiisa ah gacantiisa markuu isku taakeeyo qof walba ahba wuxuu noqonayaa toddoba taako tiibu marka inagoo qiyaas qaato wuxuu yidhi ilaahay toddoba taako ayuu jeedaa waana taakadiisu yidhi taakadeenna ma ahan annaga marka hishaamiyadii iyo bicooyinkii sidaa aaminsanaa ayay ka qaateen ilaahay makaankan ay u nasbaynayaan ay leeyihiin carshiga ayuu ku fadhiyaa oo ibnu taymiya saddex qowr uu isugu khilaafayo mar wuxuu leeyahay carshiguu ku wada fadhiyaa meelna kama bannaana marna wuxuu leeyahay meel yar buu banneeyey oo uu rabo nabi maxamed arunti inuu soo fadhiisiyo marna wuxuu leeyahay walow shaaa haddii uu dooni lahaa lastaqara calaa janaaxi bacuudatin fakayfa calaa carshin cadiim kana fakayfa walow shaaa wuxuu yidhi lastaqara calaa dahri bacuudatin fakayfa calaa carshin cadiim ilaahay haddii uu dooni lahaa kana garabkeed buuba ku fadhiisan karaaye carshi bay maxamed daawo yidhi garab kaneeco buuba ku doono ku habsan karaaye maxay tahay yacni carshiga ku fadhiyaa marka waxyaabaha tagsiimka ah oo sidaas aho hishaamiyadu ay qabtay taas hishaamiyay ka soo qaateen kalaamiyada bidcadii la oran jiray ayana sidoo kale waa ka soo qaateen faaniyada bidcadii la oran jiray oo aaminsanayd naarta iyo jannada inay dhammaanayaan ayagana naarta babaaisa mutaymiya aaminsan waa annagii lahaynada kadaalika raajaada bidcadii la oran jiray mushabihada aan ku hormare mushabihana cariidadadii bayba qaateenba ilaahay lug buu leeyahay hugtaydoo kalaa gacan buu leeyahay gacantaydoo kalaa sidaasay odhan jireen waa mushabihada qoladii la odhan jiray caqiidadoodii baatilkaa bay qaateen gaasay leeyihin ilaahay il buu leeyahoo gacan buu leeyahoo lug buu leeyahoo wax walboo bini aadam lahaa bay ku sifeeyeen gacan horta waa af soomaali axbaabi ilkiraam meeshaas waxaa inaan baraarujiya ayaan rabaaye gacan waa af soomaali af soomaali ahaanna gacan maxaa loo yaqaanaa waa middaan ayada ahay shanta farood leh qur-aanku gacan ma sheegin yad ayuu sheegay qur-aanka waxaa ku soo aroray yad ayadoo mufrada way soo aroortay yad ayadoo mutanaho labaana way soo aroortay bal yadaa mabsuudataan ayadoo jamacana way soo aroortay wasamaa banaynaha biaydin marka qur-aanku lugal carabiya ayuu ku socdaa yadna haddii la yidhaahdo lugada carabiga macnayaal fara badan ayay leedahay marka gacan haddaad tidhaahdid gacan waa af soomaali af soomaalina gacan waxaan middaan ahayn looma yaqaan gacan ba haddii aad soo qaadid marka ilaahay waxaad ku shabahda ruux bini aadam oo shan farood leh oo aad af soomaali gacan ku tidhaahdid yad haddii aad tidhaahdid qur-aanka ayaa yad sheegay yaduna macnayaal fara badan ayay leedahay oo markaas yacni tafaasiirtii iyo taawiiladii ahlucilmiga ay la mareen ayaa jirta haddii aad yad martid laakiin gacan qofkii yidhaahda ilaahay makhluuqiisu u ekeeyey tashbiihna waa riddo ilaahay subxaanah wa tacaala oo makhluuqiisa loo ekeysiiyo diinta ayaa looga baxayaa maxaa yeelay ilaahay isagaa yidhi laysa kamidlihi shayun wahuwa samiicu albasiir ilaahay shay lamidihi ma jiro qul huwa allahu axad allahu samad
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اله وحش بامال يا احباب الكرام مركا مشبهان سلاسه اي كقاتل قلق الرجال الى هذا يا جفتي ووحي رنجلن لا نصمد ضائعا ضائعا لا ندري ما له عند الله روح اله يا ضيعا او مضيعه اله يا ضيعا ضائعكم مقعاي منه وقف اله يا ضيعا ملي بيرادين حي الي لا ندري ما له عند الله اله تسوحك يا لي وحكنا يا موقن صمم عشان اني اذان قف دوني ملي وولي الهي حي اله تسوحك يا دور النقش وعقيدة الرجالة قف ضائعه عباد السنة ومضيعه إلى عباد السوقان وقف إلى يضيع يورم من نار الجنة حي لا يأتي كل إلهي مؤقن مركا قف قولي أن أقوى أول ملهم حي لي كم ورقة من لا يأتي سوى الحكم وحكا لا يأتي صائم بلك أمام غشان وحي كل قصصة هي عقيدة ذو وإيا آراء ذو ووحيابها مرافقاتها وهي كسوى أرسلين خوارجتي هي المشبهاتي هي هشاميتي هي كراميتي هي بدعوية فرح بضناء يدونك سوى مرأي تضواتني لو هذه فرقوها الباطل الكهائد أيها وحياليه باطل الكهائد أيها من السنائين أيها سوى أرسلين غير كمدار مركاسي وحي ربانين البابونيان وحي إليه وعقيدة سلفك سلفك الله حمد رنا من سنائي سرائلياتك إلهي مخلوق سمر شبهينه ما كانوا سنشبهين بها من سنائين وعن إلهي تشبيه الوقت المعمنة ويا إلهي نزه وحاصدنا مباطل كان السلف صالحا من سنة وامي وحيابها عقيدة بدعويك ورسول رسولي بالا الربالي لكم بابوني وشعط الله لكم عقيدة السلف أحباب الكرام مركب بينها عقيدة ولا هين وحيابها مرفقاك ورسول رؤية أي الدين أطهاي وعقيدة ويقالنا إنه منطي يرى هذا يعني يا رسول والجماعة يا مضت الرمى يا رسول والجماعة وبين تاريخ أيام الشريسة الرسول والجماعة معهم كوح معهم organization معهم قرر قف كيرا ويعد سوسا قرتو كيرا لان كمد نغضا أركين وعند الروان الذي ذي كان عجير التنائي سيوكي كرتو وعقيدة يدين روحي عقيدة سأمنة وضريق خاص مرة ويعني سلاس إلهي سبحانه وتعالى على مدى الرسول والجماعة عقائد كويحي كامين كامينة حق فقيقة ماذا هبتك وابتر صلاة حق سلوك سلوك ونكسن أي ماذا وعامية عمدى الرسول والجماعة كمد نغنيا روح عامقة إيه عقيدة ونكسن ياشا علماء الرسول والجماعة علماء يقانون أيها ويديسة وحي أبضاها وحي أبضاها أيها ويديسة وحي ما مسيها أي علماء يا مسيها إنها آمنة حتى نتوصى وحي أرى ذنوبها أيها إنت إلهي وقال الله تروح توصى وأن قبيارات الرقمين وأن ضلين وأن ضحن مرادين وضروك وضن قبين هديو يهي وقف توصى علماء يا مسيها إنها آمنة وحي علم يا علماء ويديسة وحكم النغرى يا عامة الرسول والجماعة مثلا الرسول والجماعة بقى قول وحي طيب فأقول إليه أنت أعرف كهربا أنا أقول لك ما أعمل كاسي مكوحة ترسانه استقامة وهبلي هبلي هبلي الله لليه قفل حالي قفل بقى